كان السامري رجلا من بني إسرائيل، وقد خرج معهم حين خرجوا من مصر. كان يسير في ذيل قافلة موسى حين شق الله البحر لهم وشاهد المعجزة الكبرى التي وقعت. وكان السامري من الجمهور الذي انبهر بهذه المعجزة، إلا أنه كان رجلا قد عميت بصيرته، انطوت أعماقه على شر مستطير. كان وثنيا قد التوت فطرته في مصر، وتعلم من نظام الفرعون الإله أساليب تأليه البشر والحجر والمعادن. رغم ذلك كان السامري رجلا قوي الملاحظة، ومن ثم فقد راقب المعجزات التي وقعت كلها بحياد داخلي بارد، وانعكس مظهره الانصياع والدهشة. وقد لاحظ السامري امرين وهو يسير مع قوم موسى بعد هلاك فرعون وجنوده ونجاة بني اسرائيل. لاحظ ان بني اسرائيل كانوا قد اقترضوا من المصريين كثيرا من الحلي الذهبية كعادة الخدم حين يقترضون من سادتهم بعض حليهم للظهور بها في حفل او مناسبة ثم يردونها بعد ذلك. لكن قوم فرعون هلكوا في البحر، وبذلك اعتبر بنو اسرائيل ان الذهب قد صار ملكا لهم. كان السامري يفكر في هذا الذهب، وكان هذا اكتشافه الاول. اما ملاحظة ثانية او اكتشاف ثاني فكان عجبا. لاحظ ان هناك فارسا جليلا وغاضا لا يظهر وجهه يتقدم قافلة موسى. وقد ظهر هذا الفارس حين انشق البحر لموسى، وكان حافر حصان هذا الفارس الكريم لا يقع على شيء الا دب فيه الحياة ونبت فيه زرع. وادرك السامري ان هذا حصان جبريل عليه السلام، وانحنى على الارض وقبض قبضة من اثر هذا الرسول الكريم ووضعها في ثيابه. ولم يكن في ذهنه شيء محدد حتى هذه اللحظة. لم يكد بنو اسرائيل يشهدون قوما يعبدون اصنام لهم حتى استيقظ فيهم حنينهم لعبادة الاصنام، وتذكروا ايام كانوا خدما وعبيدا عند المصريين، وكيف كان سادتهم يعبدون اصناما كثيرا تنتهي قمتها بفرعون. ولاحظ السامري هذا كله وبدأ ذهنه يعمل. وقعت مشاجرات كثيرة بين بني اسرائيل، كان مصدرها ذهب المصريين الذي حملوه معهم حين خرجوا من مصر. وتشاجر البعض منهم على الذهب، وادعى بعضهم ان ذهب الاخرين ملك له. ونادى المنادي في بني اسرائيل ان يسلموا ذهب المصريين الذي خرجوا به. اوامر من هذه؟ اوامر موسى. وامر موسى ان تحفر في الارض حفرة يلقى فيها الذهب كما هو في العباءة، ومضى يهيل التراب عليه. قال موسى: هذا ذهب المصريين وهو ليس من حقنا، وفتنته اكبر من فائدته. كان السامري يلاحظ هذا كله، وراح ذهنه يعمل بسرعة البرق. لاحظ المكان الذي دفن فيه موسى الذهب، وعرف كيف يصل الى المكان اذا اراد. وعبرت ذهنه صورة العجل ابيس
معبود المصريين وهم يحتفلون به. وراحت صورة الحلي الذهبية وصورة القبض التي قبضها من أثر الرسول جبريل عليه السلام، راحت الصورة تعبران ذهنه وتلحان عليه إلحاه. لم يكد موسى يخرج لميقات ربه حتى بدأ عقل السامري يعمل. تأمل أحوال بني إسرائيل وأدرك أن القوم يتحرقون شوقا إلى عبادة شيء ملموس. كانت هناك رغبة عامة، وكان كل ما فعله السامري أنه تسلل في جنح الليل إلى المكان الذي دفنوا فيه ذهب المصريين واستخرجه وأوقد نارا وبدأ يصهر الذهب. كان يفكر في العجل أبيس معبود المصريين القديم، وقرر أن يهدي بني إسرائيل عجلا مثله. ألم يقولوا حين رأوا عبدة الأصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ سأحقق لهم هذه الرغبة. بدأ يصنع قالبا لعجل، ثم وضع فيه الذهب الذي انصهر، ووضع مع الذهب قبضة الحياة التي قبضها من تراب سار عليه جبريل، وانهمك طوال الليل كله يصنع تمثاله. حتى إذا وافى الليل نهايته كان السامري قد انتهى من صنع عجله الذهبي، وكان العجل لدهشته يخور مثل عجل حقيقي. أهي قبضة الحياة التي تجعله يخور، أم هو الهواء الذي يدخل من ظهره ويخرج من فمه؟ مهما يكن من أمر، فقد انتهى السامري من صنع مؤامرته، وقرر وهو يتأمل العجل أن يقدمه هدية لبني إسرائيل بوصفه إلههم الجديد وإله موسى. سيقولون لي ولكن موسى خرج للقاء إلهه. سأقول لهم لقد نسي موسى، خرج للقاء إلهه هناك بينما هو هنا. هكذا حدث السامري نفسه. استيقظ بنو إسرائيل فوجدوا حلمهم قد تحقق. شاهدوا العجل الذهبي الذي صنعه السامري، وكان يقف جواره وهو يبتسم ذكاء، يحاول عبثا أن يضفي على سحته علائم الطيبة. ما هذا؟ هذا إلهكم؟ ألم تطلبوا من موسى أن يجعل لكم إلها؟ ما هو الإله الذي طلبتموه؟ ولكن موسى خرج لميقات ربه وصاحب معه 70 رجلا من المختارين. لقد نسي موسى فذهب للقاء ربه هناك بينما ربه هنا. خر بنو إسرائيل أمام العجل وراحوا يتعبدون له ويذكرون كيف كان يفعل سادتهم من المصريين أمام عجلهم المعبود ويحاولون تقليدهم. وصل الخبر لهارون أن بني إسرائيل الذين نجاهم الله من فرعون يعبدون عجلا من الذهب. هرع هارون فوجد قوم يرقصون حول العجل ويتواجدون. قال هارون: إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. لكن القوم لم يعبأوا بصرخته ولا سمعوا تحذير المتكررة بفساد وضلال ما يعملونه. عاد موسى غضبان أسفا، ألقى ألواح التوراة من يده وصرخ في قومه: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ ثم تقدم نحو أخيه وقد أمسك به من شعر لحيته وشعر رأسه وشعر
شده نحوه وسأله بغضب: قال يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال هارون: يا أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترغب قولي. طرخت قبضة موسى التي تمسك هارون قليلا. قال هارون: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. أطلق موسى راح هارون وهو لم يزل يرتعش. وسأل موسى بصوت غاضب: أين السامري؟ برز السامري ووجهه مصفر. سأله موسى: فما خطبك يا سامري؟ اعترف السامري في محاكمته بكل شيء. انعقدت المحاكمة على الفور، ووقف السامري وسطها يرتعش. قال كل ما حدث، تحدث عن تفكيره في ذهب المصريين والقبضة التي قبضها من أثر الرسول جبريل، وعن صناعته للعجل وادعائه أنه إله القوم وإله موسى. حين وصل السامري لهذا الحد من اعترافاته صمت فجأة، لم يكن يعرف ماذا يقول. سأله موسى بغضب: لماذا فعلت ما فعلت؟ وكذلك سولت لي نفسي. وصدر الحكم على السامري والعجل معا، كما صدر الحكم على الذين ظلموا أنفسهم بعبادة العجل. أما السامري فقد حكم عليه بالوحدة في الحياة، حكم عليه النفي داخل جسده. قال له موسى: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. هذا يعني ألا يمس أحدا أو يمسه أحد، عقابا له على مسه ما لم يكن ينبغي له مسه من تراب صار عليه جبريل. حكم عليه بالنبذ، بالبعد عن الناس، إن جلده لم يعد يشبه جلده، إنما هو يبدو مثل قشور السمك، وأحد يستطيع الآن أن يقترب منه دون أن يحس الفزع ويمضي مبتعدا. بعد أن أصدر موسى حكمه على مدبر الفتنة، حكم على أداة الفتنة بالنسف. أمر أن يحرق العجل الذهبي وينسف وتلقى بقاياه في اليم، وتحول الصنم المعبود أمام عيون المفتون به إلى رماد يتطاير في البحر. وارتفع صوت موسى والصنم يحترق: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. بعد أن نسف موسى الصنم وفرغ من الجان الأصلي، التفت إلى قومه وحكم في قضية الذين عبدوا العجل. قال موسى لقومه: يا قوم، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. إن التوبة هنا لها طريق واحد، أن يقتل التائب نفسه. كانت هذه هي العقوبة في أيام موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولاء على أثري، عجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى
موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ صدق الله العظيم.